مولودية وهران، فريقان كلما اجتمعا حضرت المتعة والإثارة وحضرت الأهداف أيضا. التقيا في بداية هذا الموسم ببشار، ولكن بالجديد هذه المرة استقدامات بالجملة تقابل طموحات الفريقين. بداية المباراة جاءت مباغتة عند الدقيقة 3 وقبل أن ينظم دفاع المولودية نفسه، محاولة مبكرة انفرد فيها يحيى الشريف القائد بالحارس لتيما الذي غطى كثيرا على أخطاء زملائه في هذا اللقاء. رد المولودية جاء مشابها بعدها، والحارس الجديد الشبيبة ناتاش وأمام فريقه السابق ينقذ الموقف. الحمري فتحته عند الدقيقة 15 وجدت رأسية زايد حمزة الذي ضاعت كرته، لتحين فرصة أخرى بعدها والكرة كادت أن تزور شبك المولودية لولا تدخل الدفاع الذي أبعد الكرة من على خط المرمى. متاعب دفاع المولودية كانت كثيرة أمام محاولات بالجملة للمحليين، مما استدعى دعم باقي الخطوط التي أدت أدوارا دفاعية وغابت عنها الفرص خلال هذه المرحلة الأولى باستثناء هذه المحاولة لفهم بوعزة. بداية المرحلة الثانية دخلها الضيوف بنية التهديف مبكرا من خلال هذه المحاولة، والكرة كانت أسرع من كوجو. الحمري بعدها بدقيقتين جاء رده بهذه الكيفية، لاعبها العائد من الإعارة والذي كان أداؤه متميزا في هذا اللقاء. بولعويدات كاد أن يفتتح عدد أهدافه مع فريقه الجديد، لكن ذلك تأجل إلى ما بعد الدقيقة 55 عندما أعلن الحكم فاروق ميال ضربة جزاء نفذها بولعويدات بنجاح، فلح في الوصول إلى شبك المولودية ليهز الأنصار الذين سعدوا كثيرا بأول أهداف الشبيبة لهذا الموسم. المولودية دخلت رحلة البحث عن التعديل، خرجت من منطقتها مع استنفاذ المدرب دوزاكي لكل التبديلات قبل الدقيقة 65. هجمات المولودية على إثرها تزايدت على غرار هذه المحاولة عند الدقيقة 75، والأفضلية كانت فيها في الأخير لمدافع الشبيبة الصخرة يوسف. البديل فرحي كسر حاجز التسلل عند الدقيقة 85، توزيعته كانت محكمة عند القائم الثاني والتي وجدت رأسية بولعويدات والذي نصب نفسه هدافا للشبيبة في بداية هذا الموسم وبهذه الكيفية. الشبيبة عرفت كيف تحافظ على التفوق الذي انتهت به المقابلة. بداية